اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحكى أن تاجرا كان لديه ابن يشكو من التعاسة، ولكي يعلمه معنى السعادة أرسله لأكبر حكيم موجود بذلك الزمان. ولكي يصل الابن للحكيم كان لابد من أن يمشي بالصحراء مسافة 40 يوما. وحين وصل لقصر الحكيم وجده فخما وعظيما وكبيرا من الخارج. وحين دخله سأل الحكيم: هل لك أن تخبرني بسر السعادة؟ فرد الحكيم: أنا ليس لدي وقت لأعلمك هذا السر، ولكن اخرج وامشي بين جنبات هذا القصر ثم ارجع لي بعد ساعتين. ووضع بين يديه ملعقة بها قليل من الزيت وقال له: ارجع لي بهذه الملعقة واحرص على ألا يسقط منها الزيت. فخرج الشاب وطاف بكل نواحي القصر، ثم رجع إلى الحكيم فسأله: هل رأيت حديقة القصر الجميلة المليئة بالورود؟ قال الشاب: لا. فسأله مرة أخرى: هل شاهدت مكتبة القصر وما فيها من كتب قيمة؟ فرد الشاب: لا. فقال الحكيم: هل رأيت التحف الرائعة بنواحي القصر؟ فأجاب الشاب: لا. فسأله الحكيم: لماذا؟ فرد الشاب: لأنني لم أرفع عيوني عن ملعقة الزيت خشية أن يسقط مني، فلم أرى شيئا مما حولي بالقصر. فقال له الحكيم: ارجع وشاهد كل ما أخبرتك عنه وعد إلي. ففعل الشاب مثل ما قال الحكيم وشاهد كل هذا الجمال ورجع إليه. فسأله الحكيم: قل لي ماذا رأيت؟ فانطلق الشاب يروي ما رأى منه وهو منبهر وسعيد. فنظر الحكيم لملعقة الزيت بيد الشاب فوجد أن الزيت سقط منها، فقال له: انظر يا بني، هذا هو سر السعادة. فنحن نعيش في هذه الدنيا وحولنا الكثير من نعم الخالق عز وجل، ولكننا نغفل عنها ولا نراها ولا نقدرها لانشغالنا عنها بهمومنا وصغائر ما في نفوسنا. السعادة يا بني أن تقدر النعم وتسعد بها وتنسى ما ألم بك من هموم وكروب، مثل ملعقة الزيت نسيتها حين التفت للنعم من حولك فسقط الزيت. لذلك قدروا النعم واشكروا الخالق عز وجل على نعمه الكثيرة. الحمد لله رب العالمين. إننا سنعيش مرة واحدة على هذه الأرض، فإذا أخطأت اعتذر، وإذا فرحت عبر، لا تكن معقدا، والأهم أن لا تكره ولا تحقد ولا تحسن، وكن مع الله يكون معك. فالسعادة تكون بنشر السعادة والابتسامة لمن حولنا، وحينها سيملأ قلبنا بالسعادة. إذا أعجبتكم القصة أرجو أن تكون العبرة قد وصلتكم والقصة قد أعجبتكم. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.